وطنية لتحرير أزواد وجماعة أنصار الدين من الجزائر التزامهما وقف الأعمال الحربية والتفاوض مع سلطات المالية، ونددتا بقرار مجلس الأمن الدولي الذي يجيز تدخلا عسكريا دوليا في مالي. وأورد بيان للحركتين أن ممثلي جماعة أنصار الدين وحركة تحرير أزواد توافقوا على الامتناع عن أي عمل قد يؤدي إلى مواجهات في المناطق التي يسيطرون عليها في شمال مالي، كما التزمت الحركتان أيضا بالتحرك في طريق الإفراج عن أي شخص معتقل أو محتجز في المنطقة. وتوافقت الحركتان كذلك على تنسيق مواقفهما وتحركهما في إطار أي مبادرة تهدف إلى السعي لحل سلمي ودائم مع السلطات الانتقالية المالية. وأضاف مندوب أنصار الدين أنه للدولة الوسيطة الجزائر أن تحدد برنامجا للمفاوضات. يأتي هذا البيان مشترك غدا تبني مجلس الأمن الدولي قرارا يجيز ضمن شروط تدخلا عسكريا دوليا في مالي، الأمر الذي رفضته الحركتان. وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا دعت إلى إرسال هذه القوة لطرد مجموعات إسلامية مسلحة سيطرت من شمال مالي، وفي مقدمتها حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا وتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. ومعنا من العاصمة الجزائر الكاتب الصحفي فيصل مطاوي. سيد فيصل، إعلان الحركة الوطنية لتحرير أزواد وجماعة أنصار الدين، إعلانهما من الجزائر الذي استمعت إليه حاليا، هل يمكن أن يغير من مفعول القرار الأممي في شيء؟ نعم، هو ممكن أن يغير، لأن القرار الأممي مع من تتعامل المنظومة الدولية؟ هل تتعامل وحدها؟ هل تتعامل مع الاتحاد غرب إفريقيا، الاتحاد الاقتصادي، أم ستعمل مع الجماعات الموجودة شمال مالي؟ يعني هذا القرار هو رد، يعني هذا الإعلان جاء رد أولا على القرار الأممي، وكذلك رد حتى على الدبلوماسية الفرنسية. تعرفين أن الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند كان في الجزائر هذا يعني أمس، وكان الموقف الجزائري لم يتغير حيال مالي، بينما الموقف الفرنسي لا زال يدعم التدخل العسكري المباشر ولو عن طريق الاتحاد، يعني مجلس الأمن. وبالتالي فربما هذا الاجتماع وهذه اللائحة ربما ستصعب الأمور، لأن المنظومة الدولية ربما هي مطالبة أن تعمل مع جميع الأطراف الفاعلة في شمال مالي، والجزائر التي توسطت في الموضوع لا زالت ترفض أي تدخل عسكري مباشر ولا زالت تطالب بالحل السلمي التفاوضي. أشكرك جزيلا الكاتب الصحفي فيصل مطاوي، كنت معنا من العاصمة الجزائر. رحب وزير خارجية مالي بقرار مجلس الأمن إرسال بعثة عسكرية إفريقية لمساعدة مالي على استعادة شمال البلاد، وتؤيد مختلف القوى السياسية في باماكو التدخل عسكريا لاستعادة شمال البلاد من أيدي الحركات المسلحة. وقد أعلنت كل من حركة أنصار الدين والحركة الوطنية لتحرير أزواد وقف الأعمال الحربية ضد الحكومة، وتقول الحركتان إنهما مستعدتان للتفاوض مع الحكومة المالية لإنهاء الأزمة التي يشهدها شمال البلاد. تطابق في المواقف بين مجلس الأمن الدولي وحكومة مالي تجاه سيطرة الحركات المسلحة على شمال البلاد. وصفت الحكومة المالية القرار الأممي بالصائب، وينص القرار على مساعدة مالي على تقوية مؤسسات الدولة واستعادة العمل بدستور البلاد وإجراء الانتخابات العامة، فضلا عن تدريب الجيش وتنظيمه من أجل استعادة شمال البلاد. أظن أن العالم كله سياسيا ودبلوماسيا وعسكريا لمساعدة مالي، وإذا توفرت الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات غدا فإن الماليين سيقدمون عليها. أما بالنسبة للمفاوضات فيجب أن توضح نقطة مهمة، فنحن لا نستطيع أن نتفاوض مع من يقول ديني سيفرض عليك، ولا مع من يقول بأننا سنقسم البلاد بينما كنا نعيش فيها كبلد واحد. سيطرت الحركات المسلحة على منطقة شمال مالي في نهاية شهر آذار مارس الماضي، ووافقت الحكومة المالية على التفاوض مع حركة أنصار الدين والحركة الوطنية لتحرير أزواد، بينما ترفض الحكومة التفاوض مع الحركات الأخرى بحجة أنها حركات إرهابية حسب وصفها.
وقد أعلنت كل من أنصار الدين والحركة الوطنية لتحرير أزوات إيقافهما للأعمال القتالية كبادرة حسن نية لإنجاح المفاوضات مع الحكومة. ويثير التدخل العسكري الذي أقره مجلس الأمن الدولي جدلا في الشارع بين مؤيد له ومعترض عليه. إنه أمر جيد أن تساعد الأمم المتحدة مالي لأنها تستحق ذلك، ولأن مالي وحدها لا تستطيع تسوية الوضع مع المتمردين. بدأنا التفاوض مع هؤلاء من قبل، فلا مانع من التفاوض معهم مجددا، لكن هل سيأتي التفاوض بنتيجة مرضية؟ أنا أحب السلام مثل بقية البشر، لأن الحرب ليست بشيء جديد. انقسام بين الماليين بشأن قرار مجلس الأمن الدولي نشر قوات عسكرية إفريقية في البلاد، ورغم القيود والاشتراطات بشأن التدخل عسكريا في الشمال، فإن الحكومة الانتقالية تعد القرار غطاء شرعيا من الأمم المتحدة لسياستها تجاه حل الأزمة في البلاد. فضل عبد الرزاق، الجزيرة، باماكو. هرب الفنانون الطوارق من شمال مالي الذي في قبضة الإسلاميين إلى جنوب البلاد وتحديدا إلى العاصمة المالية باماكو. أقام عدد منهم بتقديم عروضهم الموسيقية في مركز العاصمة الثقافي بعد أن منعوا من ذلك في شمال البلاد. فرقة آمانار قدمت من كيدال وقدمت عددا من الأغاني الطوارقية لسكان باماكو، أنستهم لبرهة من الزمن حالة اللا أمن التي تشهدها البلاد. نهاية جولتنا الإخبارية المغاربية، وقد تابعنا فيها